دار الحرية للرعاية الاجتماعية رصدت معاكم كل الأنشطة اللي ممكن نحب يكون ولادنا فيها. يعني هو احنا تحت شفنا الملاعب كانت موجودة لكرة قدم، وكان موجود كمان حمامات السباحة. طلعنا الدور الأول كان موجود فيها المكتبة، صورنا فيها مع الأطفال، ودخلنا الموسيقى والرسم، وفي عندهم كمان اللاب بتاع الكمبيوتر. كل الأنشطة موجودة، مكان مجهز ونظيف. اتكلم اكتر عن الدار وتاريخها ووجودها والتجهيزات اللي تمت فيها مع مدير الدار الاستاذ محمود عبد السلام. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. احكي لنا استاذ محمود في البدايه كده عن تاريخ الدار وتاريخ التجديد اللي حصل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدار انشئت سنه 1919، كانت مخصصه للايتام، لاولاد الايتام، اطفال الايتام. برنامج اطفال بلا مأوى لما اتعمل البروتوكول بين الوزاره وبين صندوق تحيا مصر رصد بعض المؤسسات وسلبيات في مؤسسات كتير، من ضمنها كانت البنيه التحتيه للمؤسسات دي كلها محتاجه تطوير ومحتاجه تجهيزات. فمؤسسه الحريه كانت من ضمن 6 مؤسسات اتعمل تطوير ليها، اتعمل تطوير كامل شامل، اتجهزت بتجهيزات بحيث تسع ل 200 طفل، اتجهزت من كل حاجة، بنية تحتية وتجهيزات، فرش، ملابس، مستلزمات أنشطة، استحدثت أنشطة جديدة بعد التطوير ده ما حدث. الولاد عندنا طبعا كلهم في مراحل تعليم مختلفة، ابتدائي إعدادي ثانوي، وفي تعليم عالي. عدد الأطفال الموجودين حاليا قد إيه؟ الأولاد الموجودين حاليا في المؤسسة 80 طفل. إنما هي طبعا هي مجهزة ومفروشة وجاهزة لاستقبال 200 طفل. طبعا المراحل العمرية فيها مختلفة طبعا. المراحل العمرية زي ما قلت لحضرتك هي من حضانة، يعني عندي من تانية حضانة والابتدائي بالكامل، إعدادي وثانوي، وفي تعليم عالي. كل المراحل العمرية دي موجودة. بس عندي أعلى طاقة استيعابية في المكان هنا الأطفال 200 طفل. 200 طفل طب أماكن التوارد الأطفال او عوامل الجذب كمان ازاي بتبقى صعبه؟ احنا اتكلمنا قبل حضرتك، كنت انا واستاذ حازم، غير طبعا الاطفال بلا مأوى اللي بيكونوا جايين من الشارع على طول، في اطفال تانيين انا اتلاقيت معاهم النهارده من دار ايتام، من اهاليهم. احكي لي كده تفاصيل شويه اكتر عن الاماكن اللي بيجوا منها الاولاد. لو بصينا نوعيه الاولاد اللي موجودين في الدار هنلاقي في 3 نوعيات. في اطفال ايتام، دول كانوا في دور ايتام وهم معصور عليهم وهم مواليد صغيرين، بيتربوا في دار الايتام دي لغايه سن الدراسه. ودور الايتام دي معظمها بتبقى اماكن صغيره، يعني مجهزه ان هي تستقبل، بتبقى اماكن صغيره. فهم ممكن بس يعني بيتربوا فيها لغايه ما يوصلوا سن 5 أو 6 سنين، بعدين بيتحولوا عندنا هنا بيكملوا تعليمهم. ده اول مصدر هم الجمعيات، جمعيات الايتام، دور الايتام. تاني حاجة الأولاد اللي هم التفكك الأسري، الأب والأم بيبقوا متطلقين، كل حد منهم اتجوز، فاللي بيسلم الولد هنا حد من الأسرة، يا الأب يا الأم. طبعا الكلام ده احنا بنعمل بحث بيجي بنفسه، هو الأب أو الأم نفسه بيسلم ابنه. بنعمل طبعا بحث ميداني عشان نشوف برضو الظروف دي ايه، بنلاقي فعلا ان الظروف، ان الحصلة الحادثة الفعلية ان الطفل ملوش مكان في الأسرة، لا مع ابوه ولا مع والدته. فعلى هذا الاساس بنقبل الطفل ايه كحاله عندنا في الدار. يعني ما بيكونش السبب بس اقتصادي؟ لا، مش شرط. انا عندي في نماذج الاب دكتور والام برضو يعني ربت بيت، وبرضو في الظرف ده موجود. طب فهي مش الحاله الاقتصاديه. طب وليه ليه الدوله تشيل عبء اهالي غير مسؤوله؟ يعني يعني لا هي ظروف اقتصاديه، ولا هو مثلا طفل في الشارع، ولا هو يتيم. تمام. ليه انا قررت كده مثلا انا مش عايزه ابني النهارده فاروح اسلمه للدار تشيل الدوله تصرف عليه وتربيه وتعلمه؟ يعني مفيش قانون يحدهم حتى؟ انا دلوقتي ببص، هو مبدأ هنا الطفل يبقى مكانه فين؟ اي طبعا. انا لما ابص كده، لما اتكلم المبدا ده دلوقتي، فالطفل يبقى مكانه الشارع طبعًا. الشارع هيقول له اهلا وسهلا. طبعا. فانا دلوقتي بعمل واجبي ودوري نحو الطفل ده. وده مش معناه ان خلاص انا بمنعه عن اسرته او بلغ اسرته. لا، الطفل له اسره، بفضل شغال معاه ان لازم اوجد له مكانه الطبيعي تاني. ده بياخد وقت معانا، مش مشكله. انا حافظت على الولد، حافظت على الطفل الفتره طبعًا. اللي هي فيها الظروف دي، في نفس الوقت بتحرك مع الاسره
بنعمل تواصل مع الاب ومع الام، بحاول لازم في الاخر اوجد له مكانه الطبيعي يا مع الاب يا مع الام. بس بيحتاج مجهود كبير جدا ان انت تقدر طبعاً. نفسيا انا لاحظت كمان هنا موجوده في الدار في عياده نفسيه وفي اخصائيين نفسيين كمان. صعب قوي ان خصوصا ان كل واحد خلفياته تختلف عن التاني، يعني في يتيم وفي زي ما حضرتك ذكرت اهله مش عاوزينه او اللي كان جاي يعني من الشارع، فصعوبة ان انت تخلي التلات عناصر مختلفة دي في انهم يتوائموا وكمان يقعدوا في مكان مش بتاعهم. تمام. فبتبتدي اصعب مرحلة بتكون معاكم بتكون فين؟ هو طبعا نفسيا، نفسيا طبعا دي نمرة واحد. احنا قلت نوعين من الاطفال، النوع الثالث اللي بيجي عن طريق فرق الشارع اللي هم اطفال الشارع بالظبط. طب دلوقتي التلات انواع دول كلهم لازم بيتعمل معهم شغل نفسي في البداية. ده لازم، لان هو بيبقى جاي يعني نفسيته محطمه تماما. سواء يعني سواء اليتيم او التفكك الاسري او اللي جاي من الشارع طبعا، فبيبقى الشغل النفسي بيتعمل معاهم شغل عالي جدا. انا عندي ثلاثه اخصائيين نفسيين هنا، بالاضافه لان في طبيب نفسي كمان بيبقى مره في الاسبوع بيجتمع مع الثلاثه اخصائيين دول، وبرده بيشتغلوا بيشوفوا الحالات ويعرضوا الحالات، بحيث برضو الطبيب النفسي برضو يعني بيبقى برضو اكثر تخصصا منهم. طب مستقبل الاطفال بلا مأوى ايه؟ يعني بيفضل موجود في الدار لحد سن قد ايه؟ بعد ما يطلع من الدار بيروح فين؟ او ممكن يعمل ايه في حياته؟ يعني خطه الطفل بلا مأوى لحد امتى هيبقى طفل بلا مأوى يعني؟ او ممكن نقول نفطمه امتى؟ بالظبط، هيتفطم امتى من الدار؟ بالظبط، هو يعني حسب القانون هو السن 18 سنه. بس طبعا هو في هنا نقطه، يعني هو الولد هنا طفل عندي في المؤسسه، طالما في تعليم انا معاه. لو خلاص هياخد الدبلوم وخلاص مثلا، او خد مؤهل متوسط وخلاص على كده، انا من سن 15 او 16 سنه ببدا ان انا اخرجه في المجتمع يشتغل ويعيش عشان يبدا يندمج، اوصل له حته ان هو لازم يجي في يوم يعتمد على نفسه. الولد لما بيخرج من هنا في جزء بيطلع من صندوق الرعايه ده ليه، بنساعده في ايجاد سكن، بنساعده في ايجاد عمل. يعني وبفضل متابعينه برضه، يعني اولاد لغايه النهارده بيتخرجوا ويشتغلوا برضه بنتابعهم لغايه النهارده، ومحتاجين اي يعني يحتاجوا اي مساعده في اي حاجه احنا معاهم برضه. تمام، مش معنى هي العلاقه بيننا يعني فعلا تخرج فينا ناس اولاد من الدار كتير تخرجوا وشغالين ومستقرين، وبعضهم على فكره وفي تواصل لسه مع الدار؟ تواصل، وبعضهم بيعزمونا على افراحهم وحاجات كثيره. يعني بيعيش حياته بعد كده بشكل مستقل، لان يعني بتكون من هو عمره 15 سنه ابتدى ينطلق. في ناس برضه ما لسه برضه يعني برضه نسبه الهروب قد ايه؟ او محاولات الهروب. لا مش هنقول ما هي محاوله او هروب، الاثنين هنعتبرهم واحد، بس دي النسبه دي بتبقى موجوده في الاطفال اللي هم جم من الشارع وفي نفس الوقت قعدوا فتره كبيره في الشارع. مش هم الشارع يعني اللي هو التأقلم صعب شوية. ولد مثلا يا دوبك ساب الاسره قعد شهرين ثلاثه خمس ست شهور واتلحق، غير اللي قاعد بقاله سنتين ثلاثه، غير اللي بقاله خمس سنين، بتفرق. فكل ما الفتره قلت كل ما هقدر. طب النسبه بشكل عام استقر. النسبه بشكل عام يعني هم في محاولات بتبقى هروب كتيره ولا لا؟ هو اقول لحضرتك حاجه، اللي يعني انا كل الاولاد النهارده اللي شفتهم كلهم حابين الدار، يعني حتى اللي هما اللي هو جاي عن طريق يعني اهله اللي جايبينه. بقول له يعني تروح ترجع لاهلك وكده لو جم اخدوك، يقول لي لا انا عايز افضل موجود في الدار. فانك توصلوا للمرحله دي ان الاولاد يحبوا الدار ويحسوا بالامان، او ان ده بيتهم فعلا، دول اهلهم ودول اخواتهم. تمام. وصغيرين جدا في السن، فاظن ان حاله الهرب عن دول هتبقى قليله قوي. لكن بالنسبه بقى زي ما حضرتك ذكرت اللي بيقعد مده اطول في الشارع وبيكون يعني زي ما نقول كبر بلغ في الشارع. بالظبط كبر. مش هعرف يعني حتى البرامج واي حاجه هعملها معاه مش هتاثر معاه. احنا بنحاول بس مش هتاثر معاه. بس فدي مشكله بتقابلنا طبعا، بالنسبه احنا بنحاول معاهم برضه، يعني مش بنيأس على كده. ايه اكتر حاجات تتمنى انها تتحقق في الدار؟ اكتر حاجه اتمنى انها تتحقق هنا ان استمر على المنوال اللي احنا فيه ده. احنا الشغل اللي اتعمل بروتوكول بين وزاره التضامن وصندوق تحيا مصر كان من ضمنه ده تدعيم المؤسسه بالجهاز الوظيفي. المؤسسه اللي حضرتك شايفاها دي كان فيها ثلاثه اخصائيين. هم اللي مشغلينها ثلاثه بس. وكان في 60 ولد في الوقت ده. فطبعا ثلاثه اخصائيين على مدار اليوم طبعا المفروض ان هم يتابعوا اليوم من 8 الصبح ل 8 بالليل.
فطبعا العدد ده قليل جدا. فكان الحاجه غير التطوير بقى والمستلزمات الانشطه اللي جبناها والمفروشات والكلام ده كله، اتعملت حاجه تاني، حاجتين تاني، اللي هي ايه؟ تدعيم الجهاز الوظيفي وتدعيم البرامج والانشطه، ميزانيه للبرامج والانشطه، ان انا اكتر البرامج برضو اكتر. انما اللي انا ما يعني اتمناه ان يعني التدعيم اللي جالي دلوقتي للجهاز الوظيفي ده يفضل معايا على طول ان شاء الله، ما يبقاش مرتبط بالبرنامج او فتره التمويل بتاعه الصندوق ان شاء الله. ده اللي انا نفسي فيه ان شاء الله. محمود، استاذ محمود عبد السلام، انا بشكرك شكرا جزيلا، مدير دار الحريه للرعايه الاجتماعيه، وكل سنه وحضرتك طيب. حبيبي خير، شرفتني.